يونس وبخيتا، عروسان سودانيان انتشرت قصتهما على مواقع التواصل الاجتماعي. قصة حب لا نسمع عن مثلها كثيرا، والسبب في ذلك أن يونس وبخيتا يعانيان من متلازمة داون. في عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالسودان ولدت تلك القصة الإنسانية. تداول المغردون هذا المقطع لزفاف العروسين، انهالت عليهما الهدايا والتهاني وعروض سخية لعطلة شهر العسل من قبل سودانيين متابعين لقصتهم على مواقع التواصل. عادة لا يتم تداول الكثير من القصص عن المصابين بمتلازمة داون، فهم فئة مهمشة في المجتمع السوداني. مشاهدينا، وفقا لمواقع إخبارية، فقد وقع يونس في حب بخيتا بعد متابعة فيديوهاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهي من مشاهير السوشيال ميديا. تساعد شقيقها محمد يوسف في المحتوى الذي يقدمه على قناته. يقول شقيقها إنه قد حرص على إظهارها معه ليساعدها على الخروج من العزلة. يونس تحدث لأسرته عن مشاعره تجاه بخيتا. طلب من أسرته التواصل مع أسرتها لترتيب لقاء لهما. لم تدم فترة التعارف كثيرا، الحب كان في جدوته، سرعان ما تطورت القصة إلى حب ثم زواج. يا أبوي أنا بحب بخيتا. خلاص كويس، إن شاء الله ربنا يسهلها لك يا أمين وتلقى كل ما في راسك إن شاء الله. جمع حياتك يا أبوي. أول حال أنا أكثر حياتي بحب أبوي، وأكثر بحب بخيتا. مشاهدينا، تفاعل كبير على زواج الحبيبين يونس وبخيتا. هنا اسماعيل علي يقول: يا اخي اول مره يلاقيني في فيديو، كل الشعب كما يقول يبارك ويهني وما في ردم. حاجة إيجابية بالجد، والله يستاهلوا عشان قلبهم الأبيض ألف 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 تريليون، مبروك. أما هنا عوض الله محمد العالم أصبح في أمس الحاجة لروح مثل روح يونس وبخيتا، محتاج لابتسامتهم الصادقة، كلماتهم النابعة من القلب. أبو بكر عثمان: والله أنا مبسوط جدا من زواج يونس وبخيتا، يلا نتغير ونغير مفهوم المجتمع. داون طاقة لا إعاقة، متلازمة الحب في أبهى صورها. مبارك للعروسين الحلوين، تمنياتنا لهما بحياة زوجية سعيدة. في لقاء أذاعه أعرب أو في لقاء إذاعي أعرب شقيق بخيتا محمد يوسف عن رغبته في إنشاء جمعية لدعم مصابي متلازمة داون وتلبية احتياجاتهم. أنا حاب أعمل جمعية، تكون جمعية لكل متلازمة داون، تكون بتساعد متلازمة داون في إنه لو كبار في السن ممكن نزويهم مع بعض. أنا أقابل أهل العروسة وأهل العريس ونسق معاهم لحد ما ندخلهم في القفص الذهبي، نجهز لهم الشبكة بتاعتهم، نجهز العريس شغل يكون خاص به، ممكن نعمل له مشروع صغير يعيش به وأسرته. يأتي الاحتفال بزواج يونس وبخيتا وسط معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة من شح الدعم الحكومي لهم. وفقا لمسؤولة في لجنة المشاريع باتحاد الإعاقة الذهنية أسماء الطاهر، يعتمد الاتحاد فقط على التبرعات. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.